بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله يا شباب مع المسألة الجديدة هذه. خلونا نطالع في رسمها في البداية عشان ناخذ أكبر كمية من المعلومات. واضح عندي السيستم هذا، عندي ارتفاع التانك هنا 27 متر وارتفاع التانك الآخر 43 متر، عندي خط السحب هذا طوله 300 متر والديامتر حقه 20 سنتي والارتفاع حقه 12 متر. بعدين عندي الدليفري لاين هنا اللي هو بعد المضخة بعد البمب هنا، الطول 600 متر والديامتر 20 سنتي. أوكي، هي خلينا نشوف بس إيش السؤال اللي يبغى. يقول لنا هنا يا شباب what power must be supplied to the water to pump 0.1 meter cubed per second، هذا الفلوريت يا شباب، at 20 degrees Celsius from the lower to the upper reservoirs. أوكي، يبغى يعرف قديش الباور الخاصة بالبمب هنا عشان يسوي بمبق للفلويد من اللور ريزرفوار الى ايش؟ الى الابر ريزرفوار. قال لنا هنا assume that the head loss in the pipe is given by 0.018 مضروبا في طول البايب على الديامتر حق البايب في مربع السرعة في البايب على 2G. وايضا قال لك ايش؟ sketch the HGL and the EGL. اذا جيت انا وياكم نفكر، هو يبغى الباور حقت البامب، الباور حقت البامب مرتبطه بايش؟ بالهيد حق البامب. الهيد حق البامب فين اجيبه؟ اجيبه من الانرجي اكويجن ولا لا؟ امشوا نطبق الانرجي اكويجن ما بين نقطه واحد ونقطه اثنين اللي انتم شايفينها هنا، وهذه دائما من النقاط الجميله اللي نحبها. ليش؟ البريشر والفلوسيتي بزيرو هنا والبريشر والفلوسيتي بزيرو هنا. يلا نكتب ايش؟ نكتب الانرجي اكويجن، هذا البرشر بزيرو، الفلوسيتي ات ذا سيرفيس هنا اولموست بزيرو لاننا نفترض انه ايش؟ فيري لارج تانك ما ينقص، الاليفيشن ب 27 متر، الهيد اوف ذا بامب هو يبغاه بي 2 بصفر، في 2 ايضا اولموست بزيرو، زي 2 ب 43 متر، بالنسبه للتيرباين زيرو، ما في تيرباين في السيستم، والهيد لوس اعطاني صيغته هنا لكني برضو ما اعرفه ليش؟ لان الفلوسيتي از نوت نون. طيب نرتب اول شيء المعادله، اصبح الهيد بامب يساوي زي 2 ماينس زي 1 بلس الهيد لوس. طيب علشان اجيب الهيد لوس يا شباب نطالع هنا فوق، انا بحاجه للفلوسيتي، بس الفلوسيتي ما هي معطاه، لكن لو جيت اقرا معطيات المساله حلاحظ انه اعطاني ايش؟ الفلوريت، وبما انه اعطاني الفلوريت اقدر اجيب الفلوسيتي عن طريق قسمه الكيو على الاريا، الكيو ب 0.1 متر كيوب بير سكند، والاريا باي على 4 في مربع الديامتر، الديامتر زي ما انت شايف هنا ب 20 سنتيمتر يعني 0.2 متر، سوي حسبتك تطلع لك السرعه ب 3.2 متر بير سكند. الان انت جاهز تقدر تحسب ايش؟ تحسب الهيد لوس. اوكي؟ طيب الطول كم هو؟ والله ما دام الديامتر الخاص بالخط السحب وخط الدليفري هذا نفس الديامتر فتقدر تجمع الاثنين مع بعض 300 زائد 600. اوكي، فتكتب المعادله زي ما انت شايف وتعوض عن ال ب 900 والديامتر ب 0.2 والسرعه ب 3.2 الكل تربيع على 2G، تطلع انه الهيد لوس بكم؟ ب 42.28 متر. لكن بعض الشباب وانا منهم لما كنت طالب، لما كنا نطالع في السولوشن مانيوال الاحظ ان صاحب الكتاب لم يكتفي بالمقدار هذا، اوكي، بل زود عليه كمان في سكويرد على 2G، وكان هذا يزعجني جدا لانه ما هو شارح من فين جاب الفي سكويرد على 2G، هو اعطاني الفورمولا هذه اوكي وحسبتها، من فين جاب الفي سكويرد على 2G؟ انا اقول لك، هو الان حسب في الكالكوليشن حقته ما يسمى بالسادن اكسبانشن لوس. ايش السادن اكسبانشن لوس؟ السدن اكسبانشن لوس هو لما الفلويد قلنا لك يجي طاير هنا وبعدين يرتطب بالجسم المائي الضخم هذا كله تضيع الكاينتك انرجي كلها. وهو سوى اناليسز في الكتاب عندكم جميله، رسم الرسمه هذه وطبق الكونتينيوتي والمومنتوم والانرجي اكويجن على السدن اكسبانشن هنا وخرج بمعادله لطيفه جدا تقول لك ان الهيد لوس حق السدن اكسبانشن يساوي ايش؟ في 1 في السكشن الضيق ماينس في 2 في السكشن الواسع، حاصل الطرح حقهم نربعه ونقسمه ايش؟ على 2G. هيمشي نطبق المعادله هذه على السدن اكسبانشن هنا. لو جينا نطالع يا اخوان في 1 معروفه لسه عجبناها ب 3.2 متر بير سكند. طيب والفلوسيتي هنا بكام؟ قال لك الفلوسيتي هنا ب 0. ليش؟ قال لك لان الاريا هنا انفينيتي. اوكي؟ الاريا هنا انفينيتي. يعني بالنسبة للمقطع ذا، خليني أكبره لكم، هذا
محدود، أوكي؟ يعني تقدر تقول V1A1 تساوي V2A2، لكن بالنسبة للرسمة هنا V1A1 حيساوي V2A2، لكن A2 زي ما أنت شايف تعتبر very very large، فتصبح الـ V2 بكم؟ بزيرو. إذن الآن بعوض عن V1 بـ 3.2 وعوض عن V2 بزيرو، أوكي؟ اللي هي في التانك هنا، يطلع لي المقدار هذا 0.52 متر، معذرة ما كتبت متر الآن. خلاص الآن أنا جاهز وين أعوض في الانرجي إكويجن، فأقوله بالله التوفيق HP حتساوي Z2 اللي هو 43 ناقص 27 اللي هو Z1 زائد الهيد لوس الخاص بطول البايب الفريكشن داخل البايب، مضافة إليه الهيد لوس حق إيش؟ حق ما يسمى بالسادن إكسبانشن، وهذا سنتطرق له بعمق أكثر إن شاء الله في تشابتر 10. اجمع التيرمز هذه كلها تطلع لك 58.79. الآن أنت جاهز تقدر تحسب الباور الخاصة بالبمب عن طريق تطبيق المعادلة هذه اللي هو جاما كيو اتش بي، رجاء تكون حافظها في الامتحان. جاما لو جيت تقراها عند 20 مئوي أتوقع تحصلها 9810، الفلوريت ب.1، الهيد اوف ذا بمب 58.79، سوي حسبتك تطلع لك 57,680 نيوتن متر بير سكند، نيوتن متر يعني جول، جول بير سكند يعني واط، الرقم هذا كبير شوي، اقسم على 1000 يطلع لك كم؟ 58 كيلو واط. ايوه، انت كذا اجبت على الفقره الاولى. الان قال لك سكتش الاي جي ال والاتش جي ال، بسم الله الرحمن، ركز معي هنا، اهو هذا الخط حق الاي جي ال وتحته الخط حق الاتش جي ال. وصلت عند السنتر حق البامب تسوي ايش؟ البوستينج هذا او الخط الفيرتيكال، بعدين تنزل من هنا الى فوق السطح حاجه بسيطه، اوكي، وتحته يكون ايش؟ الاتش جي ال، والمسافه هذه ما بين الاثنين زي المسافه هذه ما بين الاثنين. ليش؟ لان الدايمتر هنا زي الدايمتر هنا، وبالتالي السرعه هنا بتساوي السرعه هنا. اكبر لك شويه هنا بس عشان تشوف اهو. طيب اذا لاحظ انه هنا حتنزل السرعة من النقطة هذه إلى النقطة هذه، ليش؟ عشان sudden expansion loss. طيب إذا أنت زي عندك رغبة في الدقة وشوف طريقتي أنا لما أحاول أسوي السكتش to scale، أوكي، إيش أسوي؟ أحط خط من الأبر ريزرفوار وأحط خط يوازي اللور ريزرفوار، المسافة ما بين الاثنين أحسبها 43 ناقص 27 الشباب حسبتها طلعت كم؟ 16 متر. طيب يعني المسافة هذه أوكي 16 متر، وأنت الهيد بامب حقتك حدود كم؟ 59. لو قسمت يا شباب 59 على 16 متر يطلع لي يا شباب أن الخط هذا اللي أنا رسمته لازم يكون 3.7 ضعف إيش؟ ضعف المسافة هذه. يعني كيف؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هذه 1 2 3، وكمان يطلع لك هنا شوية. يعني إذا تبغى تكون دقيق لازم هذا يمشي لحد هنا وبعدين تنزل إلى هنا. هذه إذا أنت تبغى تكون دقيق، لكن إحنا ما نطالبك فيها. ليش؟ لأنها بتزحم ورقة الامتحان، أوكي، وأحيانا ممكن تطلع الكمية هذه مثلا 10 أضعاف وبالتالي تكون خارج الورقة، لكن أنا حبيت أوريك يعني طريقة خاصة فيها أنا، تبغى تستخدمها ما عندك مشكلة. طيب يا ولدي العزيز، إذا حسيت أنك استفدت من المحاضرة هذا أو من الحل هذا لا تنساني في يوم الجمعة هذا من دعوة صالحة بظاهر الغيب. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.